احمد ابو مسلم نجم النادي الاهلي السابق، ورايه في حفل اليوم الحقيقه واختيار النادي الاهلي كافضل نادي، وفي نفس الوقت طبعا نجم بيرستاو كافضل لاعب داخل القاره، وفي نفس الوقت هدف كهربا كافضل هدف في القاره في الفتره السابقه الحقيقه. كابتن احمد تحياتي ليك. كابتن احمد ازيك روح؟ ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي الله. كله تمام؟ تابعت الحفله اكيد يا كابتن؟ ها طبعا اروح طبعا. رايك يعني عامه بشكل عام، هل هو جديد على النادي الاهلي الحصول على الالقاب اللي زي كده، ولا شايف ان ده لقب بيتضاف في دولاب البطولات بالنسبه للنادي الاهلي من خلال القاب عديده كانت متواجده يا كابتن؟ اكيد فاروق، شرف شرف كبير. النادي الاهلي موجود على طول على اتحاد التتويج، ودي حاجه كبيره. النادي الاهلي على طول متعود على 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 التتويج دوت. وبتتكلم كمان انت عندك النادي الاهلي احسن نادي رياضي في القاره الافريقيه كلها على مستوى قاره افريقيا، وعندك كمان احسن لعيب من افريقيا موجود في النادي الاهلي، فدي حاجه طبعا شرف كبير موجود للنادي الاهلي. وبنتكلم شرف لمصر كلها، النادي الاهلي باسم مصر دلوقتي موجود على الحفل الدوليه باسم مصر، فدي حاجه جميله. الواحد بيبقى فخور في النادي الاهلي، زمان زمان هو موجود على ساحه التتويج، فدي طبعا فاروق حاجه كبيره. اكيد الناس كلها مبسوطه، الناس كلها كانت في عز يعني اللقب ده موجود للنادي الاهلي على طول. انت موجود على التتويج يا فاروق، الصعوبه اللي انت تقدر تحافظ على التقدم على طول، يعني انت ممكن في انديه ثانيه بتطلع وبتنزل، بس الصعوبه اللي انت تحافظ على نفس المستوى على نفس الليفل. فاكيد النادي الاهلي حاجه جميله. النهارده كنت مبسوط جدا يعني انت موجود النادي الاهلي ياخد اللعيب، كمان احسن لعيب عندك في القاره موجود كمان داخل القاره موجود النادي الاهلي، فدي حاجه جميله تدل على تفوق النادي الاهلي والتقدم موجود في النادي الاهلي. طيب يعني برضه كابتن، احنا النادي الاهلي من 2013 ما خدش هذه الجائزه او اللقب ده، وبيرجع مره تانية بياخدها، بالرغم مثلا السنه اللي قبلها كابتن ابو مسلم النادي الاهلي اخذ اللقب مرتين، يعني سنتين اللي قبل كده يعني. فانت برضه يعني بتشوف ان الحسابات بتبقى مختلفه، كان ممكن برضه النادي الاهلي تبقى مش السته، تبقى التاسعه كمان او العشره كمان، لو الفتره اللي فاتت الحسابات نفسها على الاداء والشكل وحصول على البطولات كمان. اكيد يا فاروق انت بتتكلم، زي ما قلت لك النادي الاهلي على طول منظومه كبيره بتشتغل بشكل بسيستم معين. طبيعي انت ممكن تكسب الالقاب كتير، وممكن وقت يحصل لك دروب او موجود فيه، بس الصعوبه لسه تطلع تاني في وقت قياسي. فالنادي الاهلي على طول موجود في البطوله الافريقيه كمان، بشكلك بيبقى شكلك كويس، الناس كلها عارفه الساحه الدوليه، حتى اللاعبيه لما تحترف بره مصر متواجده موجود نسبه النادي الاهلي كبيره. يعني انت النهارده حتى لما جينا بنتكلم تصريحات حتى الموجوده في كاس العالم للانديه، لما تشوف بنزيما لما يجي يقول لك النادي الاهلي لعبت قدامه في ريال مدريد وكسبناه ثلاثه او حاجه، عارف الفرقه قويه فبيتكلم. فانا بتتكلم كلها دي كلها الالقاب دي فاروق، لما تيجي حد بيعمل سيرش او بيشتغل عايز يشتري حتى لعيب من ترانسفير ماركت، ما بيشوفها بيشوف في النادي الاهلي، فدي حاجه بتكبر اللعيب، بتكبر اسم النادي اكبر من كده كمان. عشان كده بقول لك الحاجات دي كلها الالقاب دي مفيش فراغ. اللقب بتاع النهارده ده كابتن يرفع من الروح المعنويه اكتر اللاعبين في تواجدهم في الوقت الحالي في السعوديه عشان كاس العالم للانديه؟ والله فاروق برافو عليك، يعني دي نقطه. كانت الفتره اللي فاتت النادي الاهلي كان المستوى فيه تذبذب شويه في المستوى، والمستوى مش عاجب الناس كلها، واللعيبه كان فيها في حاله يعني على عدم يعني بنتكلم على استفهام في الاداء، بيطلع من ماتش لماتش في مشاكل. فاكيد دي دفعه قويه اللي انت موجود، طول ما انت قوي وموجود في كاس العالم للانديه هتلاعب انديه كبيره، فانت تثق في نفسك وتثق في امكانيات النادي اللي موجود فيه في المحافل الدوليه. فانت موجود دلوقتي واخد احسن نادي في افريقيا، فطبيعي ان انت يبقى عندك ثقه وعندك هدوء زي ما بنتكلم، وعندك اداء لازم تشتغل على شكل اداء، ولازم يكون عندك هويه يا فاروق. انت بتلعب كاس العالم للانديه مثلا، احنا خدنا اكتر حاجه خدناها ثالث العالم وكنا موجودين. انت بتتكلم دلوقتي لا لازم اكثر المرحله دي احاول يعني اتحسن اكثر من كده، بالذات انت عندك كل الامكانيات النادي الاهلي فيه كل الامكانيات اللي انت موجود. الانديه كلها لعيبه بتدعم بشكل كويس، عندك لعيب احسن لعيب في افريقيا موجود، عندك لعيبه كلها مميزه موجوده بتشتغل بشكل كويس. فدي فرصه للعيبه النادي الاهلي تاخد الموضوع بشكل احسن وبشكل ايجابي، اللي هي تقدر تدي صوره على ارض الملعب. فاروق انت بتتكلم ده كله على خارج الملعب، بتتكلم على ارض الملعب لازم يكون فيه شكل اقوى من كده زي ما احنا شايفينه بالذات الفتره اللي فاتت كان اداء النادي الاهلي. طيب خليني هاخدك لبيرستاو الحقيقه كابتن، وهو كافضل لاعب في القاره، شايف تطور اداؤه كابتن شفته ازاي في الفتره اللي فاتت وما قبل تطور اداؤه كابتن احمد؟ فاروق بيرستاو لعيب كويس، لعيب كبير خلي بالك، بس انت عندك مشكله اللي بيرستاو جه في وقت التاقلم اللعيب الافريقي ما بيبقاش بسهوله. انت عارف مثلا لما جينا نتكلم على امثال اللعيبه اللي جت في افريقيا مثلا لعيبه مميزه، بتتكلم على مانويل لما جه الزمالك كان لسه ما خدش في الاول على طول، يعني كان لسه مستواه فيه تذبذب. بتتكلم على فيليكس
لما جه النادي الاهلي ابتدى تدريجي ابتدى مستواه في حته ثانيه. فالافارقه عامه بتاخد وقت، الراجل ما خدش وقت كبير يعني، يعتبر مثلا السنه اللي فاتت كان شغال مع كولر بشكل كويس، اللي قبليها كان مع موسيماني كان جاله اصابات ما كانش جاهز، والراجل ابتدى يشغله بشكل كويس عشان عارف امكانياته وعارف الامكانيات في الصناعه عامله ازاي. فطبيعي الراجل خد وقت شويه اللي هي في السنه بتاعت موسيماني والظروف ما ساعدوش، بس لما رجع واشتغل مع كولر بشكل كويس السنه اللي فاتت بقى من ضمن مفاتيح النادي الاهلي اللي هي المفاتيح القوه الموجوده في النادي الاهلي. والدليل على كده اللي انت بيرسي وحتى موجود مع النادي الاهلي بيأدي اداء مميز جدا، بيعمل لك اداء بيعمل لك شكل متغير خالص عن بقيه اللعيبه الموجوده، ولما بيروح منتخب بلد الفاروق بيحرز اهداف بيغير حتى بيطور في يعني اخر ماتشين جينا نتكلم على منتخب جنوب افريقيا بيرسي تاو جاب جوان فيهم. انت بتتكلم اللي هو لعيب عندك متكامل، فده طبيعي اللي انت الوقت بياخد شويه في التاقلم وبعد كده الموضوع بيختلف معاه. دلوقتي لما جينا نتكلم عليه لا حتى ولاد النادي الاهلي لما نيجي نشوف مين اللي هيلعب اساسي او مين احتياطي، نمره واحد الاختيار الاولاني بتاعك بيرستاو، يعني ما تقدرش تقول حد تاني. صحيح. يعني مثلا تقول مثلا بيرستاو وحسين الشحات، بيرستاو اي حد تاني يعني تتكلم على طاهر او بتتكلم على عبد القادر، بس بيرستاو هو الاساس الفرقه. صحيح. طيب خليني اخدك لمنطقه ثانيه يا كابتن، وهي يعني خاصه بالجوائز. افضل لاعب هو فيكتور اوسيمين نجم نابولي النجم المنتخب النيجيري، طبعا المنافس كان نجمنا محمد صلاح كان منافس ليه واشرف حكيمي، شايف برضو هل يستحق فيكتور اوسيمين الحصول على هذه الجائزه كابتن؟ انا شايف والله لا، انا شايف يعني انا شايف وجهه نظري لا، هو كان محمد صلاح طبعا اولا، لو ما كانش صلاح انت بتتكلم على يعني ما كانش صلاح اكيد كره ماما صلاح عامل القاب حتى الشهرين الاخرين، هو خدهم احسن لعيب في الرابطه دوري اللي هو اللي كسبانهم. فانت بتتكلم اللي انت ما كانش صلاح ده اول حاجه لازم تكون صلاح، وما كانش صلاح حتى نتكلم على اشرف حكيم حتى بتتكلم الاختيار عام مع انت بتحط فيكتور في المرتبه الثالثه قصدك كابتن؟ اه طبعا انت بتتكلم على اختيارات، انا شايف الاختيار يعني هو يجي في المرتبه الثالثه، فانا اتفاجئت طبعا اللي النهارده اللي هنا احسن لعيب هو لعيب مميز وكل حاجه، بس انت بتتكلم انا كان عندي صلاح نمره واحد، لما كانش صلاح بيتكلم على اشرف حكيمي. هو الحسابات يا كابتن ان نابولي هو هداف نابولي ونابولي اخذ الدوري وبقى لهم 33 سنه. طب ما انت عندك محمد صلاح، يمكن صلاح ما خدش الدوري مثلا مع ناديم، يعني ما خدش لقب الهداف. حلو قوي انت بتتكلم، بس خلي بالك يا فاروق الدوري الانجليزي غير الدوري الايطالي، انت بتتكلم اللعيب بيتكلم محمد صلاح، شوف الارقام اللي هو محطمها ازاي موجوده ازاي او موجود، وصل ل 200 هدف لحد دلوقتي مع ليفربول، وشوف ارقام الراجل الثاني ما لازم ما برضك اشوف الحسابات لازم احط 1 2 3 في كل اتجاه بنقط على اللي بياخدها. فانا شايف لا الاختيار يعني اختيار ظلم صلاح بره. صلاح كان لازم يبقى موجود، لو ما كانش صلاح انا كنت شايف الراجل الثاني اشرف حكيمي، بالذات اشرف حكيمي مفتاح قوي جدا مع نادي باريس سان جيرمان وهداف باريس سان جيرمان، والحاجه الثانيه اللي هو لعب كاس عالم مع اخذ رابع اخذ لا رابع مع منتخب بلاده. اه بس فانت بتتكلم اللي انت حتى المرتبه الثانيه اللي المنتخب المغربي هو متغير يعني لعيب هايل، فانا شايف اللي هو حتى لو بتتكلم على الاضماط او طريقه الاختيار انا شايف لا واحد واثنين او لو هم اختاروا ما كانش صلاح مثلا ما راحش كاس العالم او بتتكلم على كده، انت بتتكلم على اشرف حكيم لازم يكون موجود. طيب خلينا اخدك لمنطقه ثانيه كابتن، وهو المنتخب المغربي بقى واحنا بنتكلم عليه اهو، ووليد الرجراجي، وايضا احنا بنتكلم على ياسين بونو. طبعا المغرب بقوه الحقيقه في حفله النهارده، مش فقط عشان الحفل موجود في مراكش في المغرب، لكن عشان فعلا يستحق وليد الرجراجي، عشان فعلا يستحق المنتخب المغربي، عشان ياسين بونو يستحق فعلا يكون افضل حارس في افريقيا من وجهه نظرك، ولا شايف حاجه غير كده كابتن؟ ده يا فاروق انت بتتكلم صح، انت هو هنتكلم يعني نتكلم على وليد الرجراجي، هو حتى وليد الرجراجي لما كان بيلعب فيها في بطوله الانديه هو الوحيد اللي واخد البطوله من النادي الاهلي، بيتكلم على رجل ليه رصيد بشكل كبير جدا. تاني حاجه هو مدير فني كبير مؤثر حتى مع المنتخب المغربي، ليه شكل وليه هويه. انت بتتكلم على المنتخب المغربي شرفنا في كاس العالم بشكل مختلف تماما، بتتكلم على حتى ياسين بونو ده طبيعي اللي هو جون هايل شال كتير في 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 بطوله كاس العالم وعملوا اداء ولا اروع من كده، فالصراحه هم يستحقوا، مش عشان موجودين في المغرب خالص لا، حتى لو جيت تتكلم على اي حد لا، هم تعبوا السنه اللي يعني السنه اللي هي كانت فيها كاس العالم من سنتين السنه اللي فاتت والاداء متغير، انت بتتكلم على مدير فني محترم، بتتكلم على جون اداؤه ولا اروع من كده، فده طبيعي يعني انا شايف البطوله يعني الالقاب اللي خدوها عادله تماما يعني.